أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: أنا فتاة متعودة على صيام البيض من كل شهر بحمد الله، وفي بعض الأشهر تأتيني الدورة في اليوم الثالث ظهرا، فماذا يجب علي أن أفعل إذا تكرر مثل هذا الأمر؟ إذا جاءتك الدورة في الظهر وأنت صائمة يبطل الصيام، يبطل الصيام، والمطلوب صيام 3 أيام من كل شهر، من أوله أو من وسطه أو من آخره، فإن تيسر أن تصادف أيام البيض فهذا أفضل، وإلا فإنه يكفي أن تصوم 3 من أول الشهر أو من آخره. نعم. يمكنها قصدت هذا يا شيخ، تريد أن لا تنقطع عادة صيام 3 أيام من كل شهر. نعم، هو تحصل هذا، يحصل هذا بصيام 3 من أي أيام وقت من الشهر. نعم.